بدأت في كوريا الشمالية الجولة الثالثة من المحادثات بين مسؤولين من سول وبيونغ يانغ حول مجمع كاي سونغ الصناعي المشترك، حيث يعمل آلاف الكوريين الشماليين في مصانع تمتلكها شركات كورية جنوبية. هذا من المنتظر أن تركز هذه الجولة على مطالب بيونغ يانغ في زيادة أجور العاملين وزيادة رسوم استئجار الأراضي من الشركات العاملة في المجمع الواقع في مدينة كاي سونغ الحدودية في الجانب الكوري الشمالي. كانت الجولتان السابقتان قد انتهتا دون إحراز أي تقدم، وستتصاعد التوتر بين الكوريتين بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي، وعلى خلفية قضية احتجاز كوريا الشمالية لعامل كوري جنوبي بدعوى أنه انتقد الحكومة في بيونغ يانغ.